ماضي الحياه القديمه، فالهزمت انا بالنسبه لي وانا الى حي النجار، وبقيت هناك فتره، ثم جت قوات مكافحه الارهاب. انا من جامع الكبير منطقه القديمه ابا عن جد. حدث لنا شلون طلعت، شلون وصلت لحي النجار، الظروف الصعبه. احنا وصلت لحي النجار، خليت اهلي، كنت انزل هنا على مود الناس ومساعدات للناس، الناس هلكت، فكنت انزل متقصد في سبيل اقدم مساعدات، يعني ما من يهمني من الناس خيرين، يعني مواد غذائيه كنت اشتريها من تموز، مو غير مكانت باسعار خياليه، كنت اجي لاهل منطقتي. الى حد يوم 21/5 اللي تحررت به، دخلوا علينا من حي النجار، دخلوا علينا مكافحه الارهاب وحررونا. شنو كانت رد فعلكم يعني اول ما دخلت القوات الامنيه؟ اول شيء من شفنا مكافحه سجده لله عز وجل، ما صدقنا، كانما ولدنا من جديد، خلقنا من جديد. كلمتنا اول شيء للموصليه بارك الله بها، ونسال الله ان يثبتها على هذا الموقف البطولي الشجاع اللي كان متواصل، ما بس بالتحرير، بعد التحرير شاركت بالبناء، بإيصال صورة الدمار اللي حصل أثار التحرير، وشاركت في ببناء، يعني أكدها، لأن كنا الناشد والنادي من خلال قناة الموصلية الخيرين، واستجابوا لهذا النداء. ورسالتنا للقوات الأمنية، أنتم فعلتم هذه الفعلة العظيمة بتحريرنا، نرجو أن تثبتون على هذا الشيء، وتكون معاملتكم مع المواطن معاملة حسنة، حتى تظل الصورة الطيبة بذهن المواطن. شنو كان ردة فعلكم من شاهدت القوات الأمنية أمامكم بعد المعارك؟ هي فرحة كانت كبيرة، يعني رغم الحزن داخل الإنسان يفرح من يشوف منطقته تتحرر ويخلص من عذاب مستمر يومي، معاناة مع الحصار، مع الجوع، معاناة كبيرة. هل شاهدت قصص؟ شنو هي القصة اللي يعني كانت في ذهنك؟ حقائق يعني مذهلة، يعني إذا أذكر لك، في كل بيت هناك قصة، هناك ألم، هناك فقدان لعزيز. يعني أنا حقيقة من أقربائي أكثر من 10 أشخاص استشهدوا في المنطقة القديمة، يعني نتيجة هذا العدوان الداعشي. يعني حاولوا مجرد الخروج من المنطقة، فقط الخروج من هذا العذاب، سواء على يد قناص أو نتيجة عبوة. شنو هي القصص اللي شاهدتها أمامك؟ يعني أكو عائلة على التعبر ومأمن الطريق، كان أكو مندسين اللي خلوا الأسلاك اللي خيط السمك يسموه، ومع ما عبر اللي عبروا عوائل، ضل واحد يعني طخ بالسلك وانفجر علينا البيت ومات قدامنا. قدامكم. ايه. رسالة وكلمة توجهها للقوات الأمنية اللي حررتكم، وأيضا لقناة الموصلية اللي واكبت عملياتكم. والله احنا نشكر القوات الأمنية عامة، ونشكر قناة الموصلية، ونريد القوات الأمنية التعاون مع المتظاهرين الموجودين هسه على بغداد، يقفون معهم، لا يصيرون ضدهم، ولا ينطون مجال للمدسين يدخلون بيناتهم. أهن الشعب العراقي جميعا مناسبة اليوم التحرير لكل المحافظات العراقية من أدناس داعش الإرهابي والمجرمين والقتلة. تحررت من منطقة الرشيدية نعم. تحررنا بعد المعاناة بسبب داعش ودمار والتدهور المادي والاقتصادي. واشكر القوات الامنيه التي حررتنا مدرعه 9 والفرقه اي نعم جيش العراق. القوات الامنيه امامك، شنو كان رده فعلك؟ رده فعلي يعني صدمه حلوه، يعني ما مصدقين الصراحه بتقدم القوات الامنيه نحو يعني مناطق. نعم إيه. فرحه كبيره يعني حيل. والله احنا بالاخير تقريبا قبل الاخير منطقه الحدبه كانت بقيادة الفريق نجم الجبوري، هو اللي
حرر وأشرف على عمليات تحرير منطقة الحدباء، وكانت معارك ضارية، والحمد لله اللي نجانا من هؤلاء. شنو كان ردة فعلك من شهادة القوات الأمنية بعد؟ والله كان الفرح كبير جدا، والعوائل كلها كانت بانتظار القوات في هذه المنطقة، وفرحوا فرحا شديدا. عندكم شهداء جرحى؟ نعم والله، أنت خاصة في موضوع الهاونات. والله إن شاء الله الأمن والأمان على هالبلد وعلى من شمال للجنوب، ونشكر القوات الأمنية اللي ضحت بدمانا، لأنه يعني صدق كانوا يعني مستقتلين يعني على التحرير، يعني صدق يعني قاتلوا قتال قوي، والحمد لله وشكر، وما خلوا يعني ضحايا من المدنيين تقع، وساعدوا الناس كثير، والحمد لله وشكر على كل حال. والله إن شاء الله قناة اللي كانت من أولها للنهاية مع القوات الأمنية ومع التحرير ومع المواطنين، وبارك الله بجهود الكل.